المرة الثالثة مياه الجميل بتقوم في إفطار جماعي اللي هي مناسبة نلتقي فيها كلياتنا موظفين إدارة رؤساء سلطات محلية وأعضاء الإدارة والدريكتوريون الموجود معنا. مياه الجليل قطع خطوات جدية من أجل ترشيد ونجاعة في استعمال المياه، من أجل رفع نسبة الجبال في أثمان المياه، من أجل تخفيض نسبة ضياع المياه اللي كانت أزمة ومشكلة لكل سلطاتنا المحلية. فاليوم احنا بنعتبر انه في عندنا نجاحات، في عندنا تقدم كل سنه عن سنه، احنا عم نتقدم لقدام. رح يوصل الوقت اللي نعود اهالينا، نعود جمهورنا انه ورقه المي مثل ورقه الكهرباء، وكذلك بدنا نعود جمهورنا انه اي خلل في المي مثل اي خلل في الكهرباء مباشرة احنا بنكون موجودين بنقدم اللازم نقدمه مشان خدمة المواطن. فمعانا اليوم اهل النا، شركاء النا في سلطة المياه، معنا الاخ كايد ظاهر اللي هو مسؤول اعلامي في سلطة المياه، معنا الاخ احنا بنعتبر انك لكل الوسط، للوسط العربي ومشرفنا تكون معنا دائما، معنا الاخ مالك هزيمي اللي مسؤول على المياه في حالات طوارئ، اللي هو بيقدم لنا كل الدعم حتى نكون جاهزين لحالات استثنائيه اللي ان شاء الله لا بنحتاجها ولا مره. فمعنا كذلك المهندس حسام عبادي اللي خدم لسنوات عديدة الوسط العربي في قضايا المجاري والصرف الصحي، اللي هو اليوم معنا. نحب نكرم الإخوان المذكورين بداياتهم. فبالبداية بدي أعطي لأخوي أبو نادر أحكاية ظاهر يحكي كلمة بهالمناسبة يعايد علينا ونحكي لأحسن. أهلا وسهلا أعضاء الإدارة ورئيسة الموظفين المحترمين جميع الموجودين والحاضرين، مناسبة سعيدة لا شك، وهي المناسبة الثانية أو الثالثة اللي أنا بشارك فيها. نظرا لمكانة مياه الجليل قريبة علينا على سجور، ف يعني بقول إنه كل عام وأنتم بخير للجميع، صوم مقبول، ونتمنى بأن يكون العام القادم أو رمضان القادم مزيد من العطاء والمعطيات الإيجابية والمتقدمة لهذا الاتحاد. فالاتحاد موجود اليوم في طليعة الاتحادات نظرا للمعطيات التي تصل سلطة المياه. سلطة المياه كما تعودت في الآونة الأخيرة تواصل دعمها من أجل راحة وضمان الخدمات للمواطن في الوسط العربي عن طريق تقديم عشرات المشاريع بمئات الملايين الشواكل، وذلك من خلال الإنجازات التي تقوم بها اتحادات المياه في الوسط العربي. وطبعا في طليعة هذه الاتحادات مياه الجليل الذي أثبت جدارة كبيرة في خدمة المواطن، في تقديم الخدمة وراحة المواطن، ومن أجل بناء بنية تحتية جديدة وشبكات المياه بصورة جدية وواقعية ليس كما كان سابقا. نتمنى لهذا الاتحاد أن يستمر في العطاء، ولا شك بأن المعطيات القادمة ستكون بمثابة امتحان مستقبلي ليس لهذا الاتحاد فقط، وإن لبقية الاتحادات في ظل الحديث الواقع عن تقليص اتحادات المياه. اتحاد مياه سخنين جدير به
التقدير والاحترام نظرا لخدماته، ونتمنى من جميع الموظفين أن يعوا هذا الشيء وأن يواصلوا العمل الثابر من أجل المواطن. شكرا للجميع وكل عام بخير. مساء الخير، كل عام وانتم بخير. يعني جريا على العادة لما يكرم أحدهم، وأنا أبو نادر أحد المكرمين، يعني العادة أن يقرأ التكريم الذي على الهدية. مياه الجليل تضافع رخاء لماركاي الظاهر مركز بخير من مقدار عربي يوت وكراء على خالق وعلى خالق الدون هم الدعوت بالمياني ماية بتسبوه عربي لخبود راب مصطفى أبو ريا من كان مياه قليل. طبعا نص مفهوم ورسالة واضحة. شكرا لكم، شكرا مع أبو نادر. له الدور الكبير في ترتيب قضايا الصرف الصحي في الوسط العربي. المهندس حسام عبادي للاسف كما يبدو بده يترك سلطه المياه. بعرفش اذا انا يعني بفشي سر. سمعت راح فيش حكي بس انا بفشي سر. فاحنا اخويا حسام انت اذا بتترك من هناك كل بيوت بيوتك. فكل التأكيدين انت مفضل عليها. بشرفنا نشوفك في خدمات ثانية. تفضل معانا يكرمك وبدعو الاخت بهاء ابو ريا من ادارة الاتحاد دركتوريون. تفضل تكرم المهندس حسام. هدف لنفسها ان توصل نسبة ضياع المياه اللي كان المعدل العام فيها فوق 50% انه ننزله لاقل من 15%. وهذا الهدف والحمد لله وصلناه في اول بلد، وكان وعد مني شخصيا للموظفين المسؤولين في كل بلد انه البلد اللي بتوصل للرقم 15 واقل من 15 راح يجري تكريمها. فراح يجري تكريمه في نفس الوقت في درع، واضافه للدرع اخرى في ورقه مكتوب عليها رقم واحد. فمعنا وصلنا النتيجه هاي يعني بفخر بنقولها في مدينه مجد ترون. حتى لو استقال الرئيس هناك في المدينه ندعو في نفس الوقت المسؤول هناك مدير التفعيل هو شريف عكري، ندعي الاخوه الاثنين شريف عكري وعوني منصور يجوا معنا يستلموا الهدايا تاعتهم. بس نفس الحلوى على نفس الطريقه بننزل بالقصص اقل من 10% بتكون على المكافاه الثانيه باذن الله. فالف مبروك والعام بلد بخير ان شاء الله. اقول له مياه الجليل شركة المياه والصرف الصحي ميمطار شكر وتقدير تقدم للسيد عوني منصور مندوب مياه الجليل في مجد الكروم عرفانا وتقديرا لجهودكم التي بذلتموها في سبيل حفظ ضياع المياه في مجد الكروم. مع فائق الاحترام مصطفى أبو ريا مدير عام مياه الجليل